بسم الله الرحمن الرحيم. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بكماله بلغ العلا بجماله كشف الدجى يا من عشقتم اسمه صلوا على أهل العباء. الكائنات ضياؤها النجباء أسماؤهم من اسم أحمد جاء فأعرفهم حتى يتم نداء ولد الهدى فالكائنات ضياء. هم خير ميراث النبي إذا اعتدوا هم خير سادات وخير حماة إذا لم نناجي الله في صلواتنا بأسمائهم لم تقبل الصلوات. هذه يا جماعة صلوات بخل، هذه صلوات من مولد شكم خامدين. النبي يقول البخيل من لم يصلي عليه ثالثا بأعلى منها. إليكم كل مكرمة تؤول إذا ما قيل جدكم الرسول كفاكم من عظيم الفخر أنكم إذا ما قيل أمكم البتول. مولاي ومولى الكونين يا أبا جعفر هذا الذي سميك اسم محمد يلقى السلام من النبي محمد
يا جابر الإيمان بلغ ابننا منا السلام تحية للسيد. هو نورنا هو بدرنا هو سبطنا هو علم باب للملا لم يصدي هو شمسنا قد أشرقت في عالم حتى تباهى منه كل موحد هو بحر علم قد تلاطم موجه هو سيد وإن كل شهم أصيد هو خامس الأصباط والد جعفر هو باقر أنعم به من محتدي. ولا هم ولا هم يلا حبيبي الله يعودك على هالأيام. ندري احنا هالأيام لازلنا نعيش آلام وجراحات ومصائب لكن بركات أئمتنا ومواليدهم شوي ندوس على جراحنا وآلامنا ويلا الله يعودك حتى تزيدني وأزيدك وحتى تقول السيد ما قصر وياي أنا بعد ما أريد تقصر وياي ها يلي مجفت ايدك ها ويلي عندك تليفون خله في جيبك وخلي فكرك يمي جوابك ولاهم واريد البسمه على وجوه الكل ها ولاهم ابحبهم ما خفت محشر يلا يجاوب اريد اعيد عليك ها اقعدك العشر الليله ها وش تقول ولا هم ابحبهم ما خفت محشر ايه ولا هم وعقلي ما يشت مني ولا هم بولاء الباقر الثبت ولا هم ولا هم أبو جعفر منار الهاشمية عافاك الله يعودك يلا يا جواد باقر باقر قالوا من تحب ناديت اللي يحب الإمام بيقول اسمه له أشوفكم تستحون يا أهل المرخى ما أزيدك ترى إذا ما زيدني ما أزيدك أنا أقول لك ها باقر قالوا من تحب ناديت باقر لجل بالولا كل ساعة باقر إمامي خامس الأنوار باقر باقر علم الأول والآخر وجامع يا عجامع الباقر كل علم حاوي وجامع من أجل الجمع حاشد وجامع ما شجعون يا أهل المرخ الليلة بكل حسينية وجامع وجامع نشوف أنوار للباقر زهير
وردنا وردنا بلطفة مزهر وزاهي وردنا الصلاة عليه هل صارت وردنا يا بولاء ردنا يا جرنا وردنا وردنا يا بحب نفوز دنيا واخري يقول جنة أشم ريح البقيع وأقول الله يرزقنا وياك زيارة البقيع زيارة النبي وآله إن شاء الله ونقرأ لكم مجلس على حساب أهل المرخ. جنة أشم ريح البقيع وأقول جنة وهذا الحب للعشاق جنة وحق اللي خلق إنسان وجنة وجنة إلى الباقر حضرنا هالمسيح يعيش قلق ليل مع نهار وخلى قلب عدوانه يشب نار من الهادي فكرهم صار محتار عدوانه عدوانه أخوتي ها توه بفكار عدوانه توه بف وياي توه بفكار توه بفكار رجب رجب بنوار فاجأنه أجانا وانت في الحفل فرحان وانا سمعنا زاهية بنورا سمعنا أنوارا أنوارا أخوتها الدنيا شعت بنوارا الدنيا شعت الدنيا شعت الدنيا شعت على بساط الفقر خبزي وماشي ولا أطبل مع الظالم وماشي الشعب باقي ومن على الحكم ماشي هادي سنة الله على البارية سنة الله على البارية سنة الله على البارية سنة الله على البارية يا مهدينا يا مهدينا تشوف الصار مظلة دولة القانون بيت الله يهدمونه وإلى قرآنه يحرقون وعمامة رسول الله تتخلى وسط السجون ارفع ايدك ها بلوانه بلوانه اخوتي ها نشكي لك همنا وبلوانه صوتك نشكي لك همنا وبلوانه نشكي لك همنا وبلوانه الاجر الأجر تدري على قدر التعب ورغم كل ما صاب صامد هالشعب واللي يثبت وسط ساحات اللهب جائزته جائزته زلاب يا نبيل
رجاء يا الغالي الله يعودك ها يا الغالي طالب بحقوقك يا الغالي طالب بحقوقك يا الغالي طالب بحقوقك يا الغالي قال إمامنا الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد صدق سيدنا ومولانا عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام نبارك لكم أيها الآباء والإخوة في هذه الليلة وهي ليلة عظيمة والتي تصادف فيها مناسبة عظيمة أيضاً وهي ولادة خامس الأئمة باقر علم الأولين والآخرين وأول ليلة من شهر رجب وهو شهر الله وفي رواية وهو شهر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والذي تصادف فيه مناسبات كثيرة وعظيمة من ولادات ومن وفيات لأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام والذي في هذا الشهر العظيم فيه محطات كثيرة ينبغي للمؤمن أن يغتنم فيها الفرص من خلال تلقي الدروس والعبر من حياة الأئمة سلام الله عليهم ومن خلال توثيق العلاقة بينه وبين الله سبحانه جل وعلا بما يتقرب إلى الله فيه من أعمال ومستحبات تقربه إلى الله وتنجيه من عذاب الأليم فأول هذه المحطات التي تمر علينا في هذا الشهر الفضيل هي هذه الليلة وليل وهذه الليلة فضلها عظيم وفيها أعمال كثيرة وردت عن أئمتنا سلام الله عليهم أولا في أول يوم من هذا الشهر الفضيل الذي يستحب فيه الصيام وفي هذه الليلة أيضاً التي يستحب فيها إخراج الصدقة وصلة الأرحام وكثرة الاستغفار وزيارة سيد الشهداء والصلاة على محمد وآل محمد فمثل هذه الليال التي لا بد للمؤمن أن يستعد فيها لشهر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن خلال أيضا شهر رسول الله يستعد إلى شهر الصيام وهو شهر الله حتى يخرج الإنسان من خلال هذه الثلاثة الأشهر وقد غفر الله له ذنوبه وأعتقه من النار فنسأل الله بحق هذه الليلة أن يعتق رقابنا من النار بحق محمد وآل محمد فالإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام والذي تصادف ذكرى ولادته في غرة رجب في السنة 56 من الهجرة والذي أيضا كانت شهادته في المدينة المنورة في السنة الرابعة بعد الهجرة حيث كان عمره الشريف كعمر أبيه وجده 57 سنة والذي ولد
من أم وهي فاطمة ابنة إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وبذا يكون إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه علوي من علويين، وهاشمي من هاشميين، وفاطمي من فاطميين. ويكنى صلوات الله وسلامه عليه بأبي جعفر، وله ألقاب كثيرة، أشهر هذه الألقاب التي لقب بها والتي يعرفها الكبير والصغير أنه لقب بالباقر. وطبعا هذا اللقب يا مؤمن يكشف لنا ما تميز به إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في فترة إمامته من ذلك التوسع في العلم والتبحر فيه والعمق. ولهذا فكأن هذا العلم كان في وعاء، فجاء إمامنا الباقر فبقره أي شقه وفجره صلوات الله وسلامه عليه. بل نجد أن هذا اللقب الذي أشارت إليه كتب السير والتاريخ وعلى رأسها كتب أهل السنة والجماعة، يعني كما جاء في كتاب الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي والذي يعلق في كتابه على هذا اللقب الذي لقب به إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، فيقول أن الإمام لقب بهذا اللقب لبقره للعلم وتوسعه وتفجره وتعمقه في ذلك العلم، والعلم الذي كان يحويه هو علم محمد وآل محمد. وأيضا نرى من ضمن هذه الكتب كما جاء في كتاب لسان العرب لابن منظور أيضا يعلق في كلامه على هذا اللقب الذي لقب به الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول بأن الإمام لقب بهذا اللقب لتبقره في العلم، يعني لاستنباطه للأحكام وتفرعه في تلك العلوم التي كان يتميز بها صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا كما جاء في حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم يقول أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر وسأله بمسألة لم يجد لها جوابا، فأرسله إلى إمامنا الباقر، وكان إمامنا غلام يعني في سن الصبا والطفولة، فقال اذهب إلى ذلك الغلام واسأله واخبرني بماذا يجيبك، إلى أن ذهب السائل وسأل الإمام ورجع إلى عبد الله بن عمر فأخبره بما أجاب إمامنا الباقر، حتى قال عبد الله بن عمر أولئك القوم أهل البيت عندهم علم الكتاب وما جاءت به السور. فيكفيه فخرا أن هذا اللقب وهو لقب الباقر قد لقبه ووسمه إياه به جده المصطفى محمد. وطبعا الكل يعرف هذه الرواية التي وردت عن إمامنا الصادق عليه السلام، يقول أن أبي الباقر عليه السلام دخل على جابر بن عبد الله الأنصاري بعد أن كف بصره، إلى أن قال له من أن؟ قال أنا محمد بن علي الباقر، قال ادن مني، يقول حتى دنوت منه فأخذ بيدي وانكب عليها يقبلها وهوى على رجلي فتنحيت عنه، أراد أن يقبل رجلي الإمام، فقلت له فقال لي يا بني إن جدك رسول الله يقرأك عني السلام، فقال فعليك وعلى جدي السلام، فقال وكيف ذلك؟ قال بينما كنت في يوم من الأيام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يوشك يا جابر أن تبقى حتى تلقى ولدا لي اسمه اسمي، يهب الله له النور والحكمة ويبقر العلم بقرة. إذن
فهذه شهادة وتزكية من من؟ من أفضل مخلوق على وجه الدنيا من الأولين والآخرين، وهو حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة الأولى والتي تتعلق بسيرة الإمام الذاتية. طبعا حياة الإمام مليئة بالعطاء على مختلف المستويات وعلى مختلف المجالات. أنا أذكر نقطة ثانية باعتبار أن الوقت راح يداهمنا، وطبعا المعذرة إلى الله وإليكم، إحنا جينا الليلة ما أدري صاير بني جمرة، أشوف محاصرة يعني ما أدري وش صاير، بعد عندهم احتفالات الليلة والله شيء، فهذا شوي أدى إلى تأخيرنا تقريبا ما يقارب ربع ساعة. فأذكر هالنقطة والتي تتعلق بالجانب العبادي في حياة إمامنا الباقر، وهذه النقطة التي أيضا لها ربط بهذا الشهر الفضيل، وهو شهر من أشهر الله والذي لا بد للمؤمن أن يتقرب إلى الله سبحانه جل وعلا بالعبادة. احنا طبعا لما نجي الى الاشهر الموجودة على مدار السنة، اكو عندنا اشهر لها خصوصية، يعني مثل رجب، مثل شعبان، مثل شهر رمضان، تشوف دائما المؤمن منه في ثلاثة الاشهر لعله يركز على مسألة الجانب العبادي، على مسألة التقرب الى الله سبحانه جل وعلا، اليه بالطاعات، بالصيام، ها، بالمناجات، بالقرآن. وإحنا لما نجي نتأمل في حياة الأئمة سواء الإمام الباقر أو غيره من سائر الأئمة، لا نجد فقط أنهم يمكن يتحولون بصورة واضحة وجلية بمثل ذلك الارتباط الشديد والتعلق بالله فقط في هذه الثلاثة الأشهر كما يعمل عامة الناس. لا، أهل البيت عليهم السلام على مدار السنة، على طول الأشهر، على طول أيامهم، وفي الواقع هذه السمة البارزة في حياتهم. يعني لما نتأمل ونقرأ في جميع حياة الأئمة من أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى صاحب العصر والزمان إمامنا المنتظر محمد، نجد أن السمة البارزة في حياتهم هي سمة العبادة، وذلك من خلال تقربهم إلى الله سبحانه جل وعلا، خصوصا إذا جن عليهم الليل تقربون إلى الله بتلاوة القرآن، بالمناجات، بصلاة الليل، يتقربون إلى الله في نهارهم بكثرة الذكر والاستغفار والتقرب إلى الله سبحانه جل وعلا بأي عمل من هذه الأعمال التي قد تكون هي غائبة عن عقول الكثير من أبناء الناس. ولهذا نجد أن الجانب العبادي في شخصية إمامنا الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يحدثنا به ابنه الإمام الصادق، يقول: كنت أمشي مع أبي. وهذا ترى كل حث يا مؤمن ترغيب إلينا إحنا في هذا الشهر الفضيل. يقول: كنت أمشي مع أبي الباقر عليه السلام وكان لسانه يلهج بذكر الله، يلهج بكثرة قول لا إله إلا الله. وإحنا لما نتأمل في هذه الكلمة التي هي خفيفة في اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان، والإمام الرضا يقول: لا إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. ولهذا مثل هالأذكار ومثل هالأقوال ومثل هالكلمات التي يابد للمؤمن أن يداوم على تلاوتها وذكرها حتى يكون الإنسان له ذلك الارتباط بالله في كل وقت، في كل حركة، في كل فعل. يقول: إلى درجة أن الإمام، يعني يمكن أنا وإنت لما نكون فيه مثل هالمحافل والتي هي تعتبر هي روضة من رياض الجنة، هذا جلوسنا، ما اجتمع كما يقول الإمام الصادق عليه جمع من شيعتنا في محفل من محافل أهل الأرض إلا وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة
تعرف الحديث اللي ورد عن الإمام الصادق، يقول إلى درجة أن الإمام إذا كان جالس حتى مع أصحابه دائما لسانه ينهج بذكر الله، يعني حتى الحديث مع الناس ما يغني عن ذكر الله. يقول بل كان إمامنا الباقر عليه السلام يأمرنا بذكر الله ذكرا كثيرا، حتى رأيت لسانه قد التصق بحنكه من كثرة قول لا إله إلا الله. وكان يجمعنا بعد صلاة الفجر فيأمرنا بذكر الله. اللي يعرف يقرأ يقول لي اقرأ، واللي ما يقرأ يأمره بالذكر بالتسبيح بالاستغفار. بل انظر يا مؤمن إلى صورة من صورة ذلك الارتباط الوثيق بالله، كيف أن إمامنا الباقر عليه السلام يتحول إلى دمعة وأنة عندما يطرق أبواب الرحمة الإلهية، عندما يستمطر العطاء الإلهي، عندما تحلق تلك الروح مع بارئها وينفتح على الله سبحانه جل وعلا في مناجات الله في عبادة الله. إلى درجة يقول أحد غلمان الإمام يقول يوم من الأيام رأيت الإمام حج إلى بيت الله، الله يرزقنا وياك حج بيته الحرام. يقول مجرد أن دخل الإمام عليه السلام وإن رأى بيت الله وإذا بالإمام يجهش بالبكاء وكان يرفع صوته وهو يجهش بالبكاء. قلت سيدي جعلت فداك، ألا أفلا رفقت بنفسك الناس تنظر إليك عن يمينك وعن شمالك؟ قال ويحك يا أفلح، ولما لا أرفع صوتي بالبكاء؟ اليوم لما تقبل على الله سواء في صلاة أو لما توفق لحج أو لعمرة أو بالنظر إلى بيت الله، والنظر إلى بيت الله عبادة، شيء لك ارتباط بالله، ربط عقائدي بالله، يذكرك بالله. يقول لعل الله يشملني برحمة منه سبحانه جل وعلا. يقول حتى جاء وطاف في البيت وجاء خلف المقام وصلى، فما رفع رأسه إلا وقد غمر ذلك التراب بدموعه. الله أكبر، مثل هالأجواء اللي كان يعيشها الإمام اللي إحنا في أمس الحاجة إليها خصوصا في مثل هذه الأيام. هذا الإنسان لابد يعد حساباته مع نفسه، الإنسان لابد أن يستعد للقاء الله، لابد أن يوثق هذا الارتباط العمادي بالله سبحانه جل وعلا، مو فقط في صلاته، في سلوكه، في عمله، في قوله، في تعامله، في كل صغيرة وكبيرة مع الله سبحانه جل وعلا. ولهذا احنا في هالشهر الفضيل يا مؤمن، بما اننا ذكرنا الجانب العبادي في حياة الإمام، كما ذكرنا اكو اعمال كثيرة، محطات كثيرة تمر عليك في هذا الشهر الفضيل، لابد للإنسان يعد فيها حساباته، لابد للإنسان ينتبه من غفلته، يفيق من سباته ويرجع إلى الله بالتوبة، بكثرة الاستغفار، بكثرة الصلاة على محمد وآل محمد. ولهذا لا يكون هو فقط إحياؤنا مجرد إحياء شكلي خالي بليد، لا، لابد أن يكون هناك تعاطي مع المناسبة. الشيء اللي أنا عرفه اليوم عن الإمام مثلا، النقطة اللي تناولها تتعلق بعلم الإمام وبما قيل في حقه وما ورد على لسان أشرف الخلق بأنه يبقر العلم بقرة، إحنا نستفيد من هذه الذكرى ومن هذه المناسبة كيف أننا نحث أنفسنا وأبناءنا وإخواننا وشبابنا على طلب تحصيل العلم. ولا بد أن نقدم علوم الآخرة على علوم الدنيا، العلوم الآخرة وهي علم الأخلاق وعلم العقيدة وعلم الفقه، كما يقول الإمام الصادق تفقهوا في دينكم ولا تكونوا أعرابا. أنت ما يمكن اليوم يمكن تصرف آلاف الدنانير على ابنك في تحصيل علوم الدنيا وفي المقابل يمكن عندك موجود مساحة من هذا الجو أو هذه البرامج التي تعد هنا أو هناك في مساجد، في مراكز، في حوزات وغيرها، والتي تدرس فيها علوم الآخرة والتي يستفيد منها الإنسان في آخرته وفي دنياه. هذا
جانب. جانب آخر أيضا كيف أن الإنسان من خلال هذه المناسبة يقوي ارتباطه بالله سبحانه جل وعلا في مسألة العبادة. ونحن نعرف مثل هذا الشهر الفضيل الذي يستحب للمؤمن أن يكثر فيه الصلوات، يكثر فيه من الاستغفار، يكثر فيه من صلة الأرحام، يكثر فيه من عيادة المرضى. يقول الإمام الباقر: من شيع مريضا أو من عاذ مريضا شيعه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يعود إلى منزله. أيضا من ضمن الأعمال أكو عندنا صلوات، يقول: فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. وهل أيضا الصلاة واردة عن الإمام الباقر؟ ويرويها الإمام الصادق أنه يستحب في كل ليلة من ليالي شهر رجب. وطبعا أفضل الأعمال في هذا الشهر هو الصيام، خصوصا في اليوم الأول من هذا الشهر الفضيل، كما يقول الإمام الباقر: من صام أول يوم من رجب غفرت له ذنوبه البتة، أو في رواية: غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. بعد من ضمنها أكو عندنا صلاة خفيفة حتى من ثقل، وهنيئا لمن يوفق لقيام الليل في هذا الشهر الفضيل، صلاة الليل هنيئا له. لكن أكو ركعتين، هالركعتين يصليها المؤمن بعد صلاة العشاء بفاتحة الكتاب وبقل يا أيها الكافرون 3 والتوحيد مرة. الإمام الباقر يقول: من صلى هذه الصلاة غفرت ذنوب 70,000 سيئة وكتبت له 70,000 حسنة. أكو ترغيب، أكو حث من الأئمة خصوصا صاحب هذه الليلة هالمناسبة العظيمة، واللي احنا لابد أن نرجع إلى أنفسنا ونراجع حساباتنا لكي نوفق وإياكم في التقرب إلى الله وقبول الأعمال وغفران الذنوب والعتق من النار. أسأل الله سبحانه جل وعلا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى. تقول فاطمة بنت الإمام الحسن عليه السلام: لما حملت بالباقر لم أحس بألم ولا وجع، وكنت أحس بخفة واتساعا في بطني، وما مرت الليالي والأيام حتى بلغت بابني محمد. الشهر التاسع: وما مررت به على حجر أو مدر إلا وسلم على الجنين الذي في بطني وقال لي: هنيئا لك يا فاطمة بهذا المولود الذي سيجعله الله إماما وخليفة على خلقه من نسل النبي محمد. وفي مثل هذه الليلة لما أراد الله إيجاد حجته على خلقه، لما أحسست بشيء من الطلق أرسل إمامنا زين العابدين إلى نساء أهل المدينة أن تعالين لتلين من فاطمة ما يلي النساء من النساء. تقول: فبينما كنت جالس في الدار إن دخلن علي نسوة من بني هاشم، فجلست واحدة عن يميني وأخرى عن شمالي وواحدة عند رأسي وواحدة عند رجلي، فبينما أنا كذلك وإذا بي قد وضعت بمحمد أفضل الزهراء. علي بن أبي طالب.
الحسن والحسين زين العابدين أيمة المعصومين صاحب العصر والزمان إلهي صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان جماعة الحاضرين بيضا والملا وياهم واللي بجاوه واللي ما بجاوه مولد باقر علوم النبوة مولد باقر علوم النبوة هذا الليلة ضوى هذا الليلة ضوى مولد مولد باقر يلا يا شباب هاي جوابكم في الوسطى مولد با ايه هذا الليل سمعني هاد مولد الهلال بيان في السماء غرة وجوده اسأل الله يا الموالي بالفرح دايم يعوده ارفع ايدك والله يعطيك الأمان اللي تفيض افاض جوده والليلة والليلة أخوتي ها فرحان الشيعة هالليلة فرحان الشيعة صوتك فرحان ايدك فوق ها فرحان الشيعة فرحان الشيعة مولد الباقر تراهل من رجب للدين يا أقبال ليلة أفرح وتهاني والسعاد للشيعة والصال من حسن وحسين هادى دوحة والفاطمية أزهرت منا المدينة كلها فرحانة بمجية منزل السجاد أمس شلون زاهي بهالعشية وبوجهة وبوجهة أخوتها يتهلهل للنور بوجهه يتهلهل 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 باقر يعلوم الرسالة الله يعودك شرف بهبه وجلاله وامست هي الليلة المدينة زاهرة بطلت جماله للباقر ترى بميلاد زهوى للباقر ترى بميلاد زهوى هذه الليلة ضوى هذه ال... وياي مولد باقر علوم النبوة مولد باقر مولد مولد باقر هذه الليلة ضوى اي والله شاله السجاد بيده وضمه الصدر بحنانه قبله وتأمل ابنه والقلم يعجز بيانه
جاب عند حسين جده والفرح زين سمانه، جاب عند حسين جده والفرح زين سمانه. يا انوار انوار اخوتي ها، والليلة شعت أنوار، والليلة اي والليلة والليلة اسمه البقر محمد، والحفيد شابه الجد، خامس الأقمار الآلي، والفرح الليلة زغرة، أسس المذهب بيانه وعلمه درسه وكلامه، شيد بعلمه إلى المذهب أعز وأحسن دعامه، ناظر بعلم إمامي وارتفع دين الإمامة. للباقر للباقر أخوتي ها، للباقر المذهب يرجع، للباقر 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 هذا فكر الجعفرية ينتشر بين البرية، زايد هالأيامها بالأيام من هداهم، والأصول الباقرية هذه عمامة الباقر، تاج نصر الله وبيانه. يضربكم تحبون السياسة. هذه عمامة الباقر، تاج نصر الله وبيانه، مو غريبة وهذا ابنه، خذ بيانه من بيانه. وباقر علوم النبوة يعطي نصر الله الأمانة، باقر علوم النبوة يعطي نصر الله أمانة. حزب الله حزب الله يا ربي تنصر حزب الله، يا رب ها يا ربي تنصر يا رب، جاه ابو الصديق امامي، هالحزب للأمة حامي، تحفظ لنا المرجعية والعمامة الفاطمية، وبإسرائيل نصر الله سوى، وبإسرائيل نصر يا الله، هذه الليلة ضوها مولد باقر علوم النبوة، مولد ايه الله يعودك، مولد باقر هذه هذه الليل اي والله، صلوات صلوات على محمد وعلي، سمعني سمعني من اختمها، صلوات صلوات على محمد وعلي، موالي ما ترفع صوتك لا لا تستحي، نبي لا محمد صلوا عليه وعلى علي،
والزهرة البتولة هي ملاذي وأملي. الكل الكل لا تستحي باسم الحسن ما أحسن ريحانة لهذا النبي. والسجاد والباقر والصادق أصل المذهب. والكاظم ثم الرضا وبالجواد والنقي. والحسن العسكري والقائم المؤمل. ذكرهم جميعا ثقل البلاء ينجلي. إلهي وربي بهم تقبل عملي. صلوات صلوات على محمد وعلي. احنا نفخر جعفرية ما نهاب البلطجية. حبنا صاير الى الطاغة والنبي وآل الزكية. فاطمة الزهرة برضاها الله سماها الرضية. آية التطهير القاتل معناها جلية. الأئمة 12 عذنا كالحروف الأبجدية. ناخذ الأحكام منهم كل عطاياهم ندية. نوقف على الحوض نشرب من علي شرب هنية. صلي يا ربي أسلم للنبي وآل الشفية. يا أبا جعفر يا محمد ابن علي. قبل ما ندخل في الدعاء، عندكم مريض بحاجة إلى مساعدة لعلاج خارج المريض من خارج قريتكم طبعا، وطالبين الإدارة جمع إلى هذا المريض، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. يا أبا جعفر يا محمد ابن علي. أيها الباقر يا ابن رسول الله. يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيه اشفع يا وجيها. إلهي نقسم عليك بخامس الأقمار. اشفي مرضانا فك أسرانا رد غرباءنا غير سوء حالنا. حسن حالك يا كريم إنك على كل شيء قدير. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. أفضل الصلاة والسلام.